رئيس الجالية اليهودية ينتقد مواقف حزب الاس بي او الداعمة لحماس. متطرف نمساوي يقترح خطة لطرد ملايين اللاجئين. البريد النمساوي يسلم 200 مليون طرد العام الماضي. الجمارك تصادر 20,000 سيجارة مقلدة. طرد معلمة بسبب تقديمها محتوى على تيك توك في العلاقات. ومليونيرة توزع 25 مليون يورو على 10,000 مواطن. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. انتقد رئيس الجماعة الثقافية اليهودية في النمسا أوسكار دويتش رئيس الحزب الاشتراكي النمساوي اس بي او أندرياس بابلر بسبب موقفه من النزاع في الشرق الأوسط. وأكد دويتش على ضرورة إعادة ضبط وجهته لرئيس الحزب بابلر بعد انتقاداته لرفض النمسا قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بينما رأى بابلر أن الهدنة ضرورية، واعتبر دويتش دعم الحزب الأكبر في المعارضة ساذجا وشعبويا، ووصف تأييد قرار الأمم المتحدة بأنه تهديد خطير وعكس المسؤول والضحية حسب زعمه. ناقشت أحزاب وشخصيات متطرفة من ألمانيا والنمسا إمكانية طرد ملايين الأشخاص من ألمانيا في اجتماع عقد نوفمبر الماضي. وأكد الحزب اليميني الشعبوي البديل على محادثات جرت مع حزب نمساوي متطرف يدعم الهجرة العكسية، لكنه نفى دعم فكرة الطرد الجماعي، وقدم مؤسس حركة الهوية المتطرفة النمساوية مارتن سيلنر مشروعا لإعادة مليوني شخص إلى شمال إفريقيا، فيما أوضح حزب البديل أن الاجتماع لم يركز على سياسات الهجرة وأنه لم يكن على علم مسبق بفكرة إعادة التهجير. سجلت خدمة البريد النمساوي رقما قياسيا سنويا في توصيل الطرود، حيث وصل إجمالي الطرود إلى 200 مليون طرد في العام الماضي مقارنة ب 181 مليون طرد في العام السابق. ويعزى هذا إلى زيادة الطلب على التسوق نتيجة للتضخم المتناقص، وكانت إجمالا بشكل أساسي من شركة الشحن التركية أرس كارغو، حيث تم تسليم 475 مليون طرد مع الفروع الخارجية للبريد، فيما نقل البريد في الداخل نحو 800 ألف طرد يوميا، ووصل إلى أكثر من 1.4 مليون طرد في أيام القمة. تمت مصادرة أكثر من 20 ألف سيجارة خلال فحص جمركي لسيارة في النمسا العليا كانت في طريقها إلى ألمانيا. واكتشفت الجمارك النمساوية صناديق السجائر أثناء تفتيشها على مخرج الطريق السريع A8 في يناير، وأفاد وزير المالية بأن هذا يبرز دور الجمارك في محاربة التجارة غير الشرعية للتبغ، وكان السائق قد قاد السيارة من بلغاريا إلى ألمانيا وخطط لتهريب السجائر، حيث تم اكتشافها تحت اللوحة الأرضية للسيارة، وتم حجز 8200 سيجارة دافيدوف و12 ألف سيجارة مارلبورو. أقيلت معلمة مدرسة ابتدائية في النمسا العليا بسبب نصائحها حول الحياة العاطفية على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت المعلمة قد قدمت نصائحها عبر تطبيق تيك توك بدون محتوى غير لائق أو جنسي تحديدا، وأفاد المدير التنفيذي للتعليم أن القرار اتخذ بعد استشارات وتحقيقات مكثفة، وأشارت الإدارة إلى أهمية احترام المعلمين للسلوك العام للحفاظ على الثقة العامة، وتعتزم المعلمة رفع دعوى قانونية معتبرة أن القرار غير متناسب مع العصر الحديث. أعلنت مليونيرة فيينا مارلين أنجلهورن عزمها توزيع 25 مليون يورو على 10,000 مواطن، وذلك ضمن مشروع المشورة الجيدة لإعادة التوزيع الذي أطلقته. وأكدت أنجلهورن أنها لن تتدخل في قرارات الهيئة المستقلة التي تم تشكيلها لتحديد مصير المبلغ، وعبرت عن قلقها إزاء توزيع الثروة غير العادل في النمسا، حيث تهدف هيئة المشورة الجيدة
إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وسيتم تعويض أعضاء الهيئة بمبلغ 1200 يورو لكل عطلة نهاية أسبوع خلال جلسات الاجتماع التي ستستمر لستة أشهر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم مشاهدينا. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.